باش نتجنبو نستعملو الكم الهائل ديال الفلوس كنستعملو الكارني تشيك. اذا شنو هو الشيك وكيداير في الشكل ديالو؟ الشيك هو ورقه كتعطيها لك البنكه وكيمكن لك تسحب بها فلوسك او تخلص بها شي واحد، كتكون مكتوب فيها اسم البنكه ثم الدوميسيلياسيون يعني لادريس اللي يمكن لك تسحب فيها داك الشيك، كتكون مكتوبة واحد الجملة هي اللي كتثبت الشيك في بي كونتر سو شيك، يعني خلصوا مقابل هاد الشيك. هنا كنكتبوا المبلغ اون لتر الحروف على لوردر دو لفائدة واحد الشخص، يمكن تكون لي حاملة او لفائدة واحد الشخص واحد اخر. هنا كنكتبو داك لاسوم اون شيخ بالارقام، هنا كنديرو التاريخ وفين تصيبت، يعني مثلا في الرباط ولا في الدار البيضاء والتاريخ. واخيرا كتكون عندنا الاسم ديال الشركه او مول الحساب في البنك، وكيكون عندنا واحد الرقم ولا بد ديال الحساب ديالك في قلب الشك. اذا لما كنعطيو الشيك اول شيء يمكن نقولوا ان الشيك كيتعطى يعني للشخص، الانسان كيعطي نفسه ما كيكونش عنده الفلوس، او لا اوبورتور اللي حامله، او لا نوميناتيف كنديروا السميه ديال الشخص اللي عطينا له الشيك. باش ننقلوا الشيك من واحد لواحد اللي فيه سميتو، كيمكن لي انا الا عندي سميتي في الشيك نجي لظهر الشيك ونكتب الاسم ديالو، كتسمى ترانسلاتيف، وكنكتبوا الجمله الاوردر دو وكنكتبوا الاسم ديال الشخص في الظهر ديال الشيك. في حاله الاخر ما لقاش الفلوس كيتابعنا كاملين اوني سوليدير باش ردوا الفلوس ديال الشيك، او ممكن تكون دو بروكوراسيون وكاله، وفي هذه الحاله كنكتبوا بور بروكوراسيون في الظهر ديال الشيك دائما. انواع الشيكات، النوع الاول اللي غنشوفوه هو الشيك باغي. ما معنى الشيك باغي؟ كيدوز الفلوس من حساب لحساب، كي كنديرو له كنديرو واحد جوج شريطات في الجنب ديالو، يعني ما يمكنناش نتيريو الفلوس، كيخصنا ندفعو في واحد الحساب باش يمكننا نسحبوه. دونك ملي كندير لك دو بار سا فيدير ما يمكنلكش تمشي تسحبو مباشره، خصك دوزو في حساب. ممكن يكون ان باغمون سبيسيال. ما معنى باغمون سبيسيال؟ كنكتبو سميت لاجونس اللي غنسحبو منها الفلوس ما بين داك جوج لي بار. فوالا كندير لابار الاولى، ندير لابار الثانية في جنب الشيك، وكنكتب سميت ولا لادريس ديال لاجونس. من بعد عندنا الشيك فيزي، وهو كيتبت وجود واحد القدرة الفلوس ديك الساعة، ولأني ما كيتبتش بأنهم بلوكين. ثم الشيك سيرتيفي كيبلوكي الفلوس لمدة 7 أيام انطلاقا من التاريخ اللي مكتوب فيه. الشيك غيشي، الشيك غيشي هو اللي كيتستعمل في الغيشي، إلا ما عندكش الفلوس يمكن لك تاخذ الغيشي ديال لابونك وتسحب الفلوس. شيك دو فواياج كنستعملو في السفر. هادو انواع الشيكات، ها هو شيك دو فواياج كيما كتشوفو دابا، او لا هذا اذا الشيك هو اموان دو بايمون، وسيلة الاداء. الى محتاج ما بغيتيش يخرجوا لك الفلوس كدير النفذ كوميرس، يعني في عود اللي غتعطي لشي واحد الشيك ودير له فيه تاريخ مؤخر كتعطيه الطريطه اللي كتسمى الكيمبياله. الكيمبياله سي تان موين دو بايمون، وسيله الاداء، ها هي الشكل ديالها. وايضا سي تان موين دو كريدي. علاش موين دو كريدي؟ فيه جوج تواريخ، تاريخ الانشاء الشيك كتسمى دات دو كرياسيون،
الطريطه ملي كنتعامل بها في بلاصه الشك كنضمن الشخص اللي كنعطيها له ما غيسحب الفلوس الا من بعد داك الاجل. الوغ الا تزير واحتاج للفلوس شنو خصو يدير؟ كيمشي يدفع على البنكه، كتسمى غوميز اليسكونت. لو بورتور ديال الحامل ديال الطريطه كيعطيها للبنكه وكيقول لها تسناي في بلاصتي. هذه العمليه كتسمى اسكونتي، يعني فوندر ان اف اي دو كوميرس، كيقول للبنكه تسناي في بلاصتي. الطريطه فيها جوج تواريخ دو كرياسيون، تاريخ الانشاء، ومني كنحتاجو الفلوس للبنكه كنمشيو كتسمى لا دات دو نيغوسياسيون. المده اللي كتفصل لا دات دو نيغوسياسيون على لا دات ديشيون، تاريخ الاجل بالطريطه، هي المده اللي غتستنى فيها البنكه، كنسميوها ان. القيمه اللي في الطريطه كتسمى لا فالور نومينال. الا زولنا منها شي شويه د الفلوس غنسميهم اجيو تي تي سي، كتعطينا الفلوس اللي كيبقاو كتسمى لا فالور اكتويل. لي زاجيو كينقسموا لجوج، اجيو اور تاكس يعني ما فيهمش لا تي فيا، زائد لا تي فيا. كي كنديروا نحسبوا لا تي فيا، طريقه الحساب لا تي فيا بحال دائما هو واحد النسبه مئويه اللي هي لو طو، كنضربوه في لي زاجيو اور تاكس. لاجيو اور تاكس براسها كتنقسم، لي سكونت هي المده اللي كتسنى البنكه، ولي كوميسيون التدويره ديالها. لي سكونت كي كنحسبوها كناخدو قيمة الطريطة فوا لو طو فداك المدة اللي غتسنى على 36 ألف. لي كوميسيون هما ثلاثة د الأنواع أو أكثر كاع، كاين كوميسيون دوندو، كاين كوميسيون دو مانيبيلاسيون، كاين كوميسيون دو شونج دو بلاص، كاين بزاف د لي زوطر كوميسيون. اذا كي كنحسبوا هاد لي كوميسيون ديال لي زافات كوميرس، باش نعاودوا، الشيك هو وسيله الاداء فيه تاريخ واحد، ما يمكنناش نعطيو لشي واحد الشيك فيه تاريخ مؤخر، حيت الا عطيناه له ومشى ولقى الفلوس في البنك يمكن له يسحبهم. اذا كي غنديروا نتجنبوا باش الا عطينا الشيك لشي واحد ما يسحبش الفلوس، غنعطيوه في عاود الشيك نعطيوه الطريطه. الطريطه فيها جوج تواريخ، تاريخ لا كرياسيون دات اللي انشؤوا فيها الطريطه، وتاريخ الاجل، التاريخ اللي غنخلصوا فيها. مبدئيا كتكون شهرين حتى 3 شهور، 90 يوم. لنفرض هاد السيد اللي عطاتو الطريطه محتاج الفلوس قبل من 90 يوم، اش كيدير؟ كيمشي يديها للبنكه وكيقول لها الله يرحم والديك تسناي في بلاصتي. هاد البنكه ميمكنلاش دير هاد الخدمه مجانيه، كتقتطع له شي بركه، هي لي زاجيو. الشيك هي وسيله كنتعاملوا بها مع الناس، لكن الطريطه الا بغينا الشخص ما يسحبناش فلوسنا الا من بعد واحد الاجل، كنعطيه واحد الطريطه. تخيل واحد الطريطه القيمه فيها 10 آلاف درهم، انا محتاج بالفلوس والطريطه تم بعد 3 شهور. البنكه كتزول لي لي زاجيو اللي هما لي زيسكونت بلوس الكوميسيون بلوس تي في تقريبا واحد 1000 درهم، وغتعطيني الفلوس دابا قبل من تاريخ الاجل بحال 9 آلاف درهم. Merci pour votre attention. كي جاكم الفيديو زوين؟ إيوا إلا عجبكم مالك إلا تكليكي سوغ جيم.